ما الذي يدور في العالم من حولنا؟ أنقل ذلك إلى عمان. ضيفنا من هناك سيد أحمد عزام، وهو محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا وسهلا بك معنا سيد أحمد. دعنا نعرج على الخامات والنفوط هذه المرة، وأنت تلاحظ يعني تراجع كبير في أسعار غرب تكساس، نلامس ال 72 دولار 50 سنت تقريبا للبرميل، وهناك أيضا تراجع في أسعار الغاز لم يحدث منذ العام 2020. نتحدث عن النفوط في غرب تكساس تحديدا، وبالتالي هناك أيضا في المقابل انفتاح في الاقتصاد الصيني. ما الذي يحدث في أسواق الطاقة؟ صباح الخير طيب. نعم بكل تأكيد شاهدنا انخفاضات الأسعار النفط خام غرب تكساس تحديدا إلى مستويات 72.5 للبرميل، ثم عودة ارتفاعات آنية أو ارتفاعات على المدى اليومي إلى مستويات 76 دولار للبرميل، جراء طبعا الحادث المأساوي في تركيا على أثره تم إغلاق ميناء جيهان. ميناء جيهان المسؤول عن التعاملات النفطية، ما يقدر مليون برميل يوميا من النفط تعاملاته في ميناء جيهان، مما أدى طبعا بكل تأكيد إلى خلل في المعروض، وبدوره أدى إلى عملية ارتفاعات أو تداولات إيجابية بالنسبة لخام غرب تكساس. الجدير بالذكر هنا بكل تأكيد أن صندوق النقد الدولي مع بداية العام كان قد أشار بأن إمكانية تراجعات خام غرب تكساس أو النفط تحديدا ب 17% في عام 2023، مما يؤكد أو مما يشير إلى إمكانية تخفيف الضغوط التضخمية، بما أن طبعا أسعار الطاقة هي المؤثر الأكبر على الضغوط التضخمية في العالم وما حولنا. بكل تأكيد ارتفاعات أسعار 76.5 أو 76 دولار لخام غرب تكساس تحتاج إمكانية ارتفاعات وتداولات إيجابية فوق مستويات 76.5 لاستمرارية التداول نحو مستويات 77-60 ثم مستويات 80 دولار لخام غرب تكساس، تحديدا طبعا على المستويات أو على تداولات الفترة القصيرة القادمة، نظرا لأن الأحداث التركية هي أحداث قصيرة بعد افتتاحات ميناء جيهان، قد يعود العرض والطلب على ما كان عليه. الجدير بالذكر هنا طبعا الضبابية التي تحوم بأسعار النفط جراء الصين وروسيا. الصين الذي قد يفتتح الاقتصادات وقد يتم افتتاحات الاقتصادات بشكل أكبر، النشاط التجاري قد يتم تداوله بشكل أكبر، متوقع أن يزيد الطلب الصيني في عام 2023 ب 16 مليون برميل يوميا، مما بكل تأكيد سينعكس على العرض والطلب على النفط. نعم أحمد، عم نتابع أيضا بالنسبة لقرارات البنوك المركزية، وهذه المرة من المركزي الأسترالي للمرة التاسعة على التوالي عم بيرفع الفائدة، وهذه المرة بربع نقطة مئوية. برأيك أيضا من توقعاته أنه التضخم رح يتباطأ خلال هذا العام والعام المقبل، كيف ستكون تحركات المركزي الأسترالي في الفترات المقبلة؟ هل سيواصل تشديد سياسته النقدية أم سنشهد هناك إبطاء في وتيرة رفع الفائدة؟ نعم شهدنا اليوم رفع أسعار الفائدة من قبل بنك أستراليا، مما كان متوقع بكل تأكيد، بالرغم من أن توقعات بنك أستراليا قبل اجتماعين كانت النقاشات حول التوقف أو حتى تخفيف حدة وتيرة رفع أسعار الفائدة. اليوم قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن البيان هناك لهجة وتشددية قد تأتي باجتماع القادم ب 25 نقطة أساس أخرى. 3.35% كأسعار فائدة تعتبر كتكاليف اقتراض عالية بالنسبة لأستراليا، هي الأعلى منذ عام 2012، لكن أرقام التضخم تسجل ارتفاعات، ذروة أرقام التضخم حاليا عند 7.8%، الأعلى أرقام التضخم الأعلى منذ عام 1990. لو نظرنا إلى أستراليا أرقام التضخم تسجل ارتفاعات، بالمقابل نظيراتها في أمريكا أوروبا بريطانيا تسجل انخفاضات في التضخم، فبالتالي هي حالة تستدعي رفع أسعار الفائدة. لما لا نشاهد رفع أسعار فائدة ب 25 نقطة أساس ثم 25 نقطة أساس أخرى. الجدير بالذكر هنا أن انفتاحات أيضا اقتصاد الصين، الصين الذي يعتبر الشريك التجاري بالنسبة لأستراليا، قد يزيد العرض أو النشاط التجاري، نظرا لأن بكل تأكيد أستراليا هي دولة سلع، دولة القمح، دولة الغاز الحديد، فبكل تأكيد زيادة النشاط التجاري النمو أو النشاط التجاري قد يدفع إلى النمو إلى أرقام جيدة، وهنا ما أقصد به السوفت لاندينج أو حاولة انخفاض أرقام التضخم ومحاولة للتجنب الركود، وهو ما يحتاجه أستراليا، واليوم قد ذكروا ذلك بأن السوفت لاندينج ممكن لكن طريقة صعبة جدا على بنك أستراليا. نعم أحمد،
لعلك تابعت طبعا، مؤكد انك تابعت، ونحن نتابع بيانات التوظيف الأمريكية التي صدرت مؤخرا والتي جاءت إيجابية أفضل من المتوقع بكثير، لكن بعيد صدورها لاحظنا تراجعات في أسعار المعادن، يعني الفضة تنحدر إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر، الذهب كذلك يفقد 1900 دولار للأونصة تحصل 1880 دولار. هل يعني ذلك بداية لهبوط المعدن الثمين؟ ما هي مستويات الأسعار القادمة في الذهب؟ نعم، بكل تأكيد يوم الجمعة حمل أرقام إيجابية في الاقتصاد الأمريكي، إضافة 517 ألف وظيفة في القطاع الغير زراعي، أعلى من المتوقع، أعلى من السابق، أعلى حتى من المتوسط الشهري بالنسبة للوظائف. بالتالي أرقام الوظائف أو حتى قطاع الوظائف يعتبر جيد حاليا في الوقت الذي نسمع فيه عن تسريح في قطاع التكنولوجيا. شركة ديل كانت هي الشركة الأخيرة بالأمس، قد سرحت 6500 موظف، فبالتالي كانت هناك مخاوف من أن الأرقام قد تتجه إلى السلبية، لكن العكس كان صحيح، أرقام جيدة من ناحية الوظائف. حتى البطالة سجلت انخفاضات إلى مستويات 3.4% في ظل توقعات لارتفاعها إلى 3.6%. بكل تأكيد انخفاض أرقام البطالة إلى الأقل منذ 50 عام تعطي الفيدرالي الأمريكي الارتياح، الوقت لمتابعة تأثير تجديد السياسة النقدية. تأثير تجديد السياسة النقدية في الدورة التي تقترب من انتهاء تجديد السياسة النقدية، لكن جيروم باول كان قد أكد بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اجتماعين قادمين، اجتماع مارتش واجتماع ماي، 25 نقطة أساس و25 نقطة أساس. بالتالي الأسواق قد مالت إلى تجديد السياسة النقدية بالرغم من توقعاتها أو من أخذها النبرة الحمائمية بعض الشيء. الفيد فانس أو صناديق العقود الآجلة كانت قد توقعت حتى تخفيض أسعار الفائدة في نهاية عام 2023، على ما أعتقد هنا قد بالغت بتفسير كلام جيروم باول بأن هناك إمكانية لتخفيف أو نبرة أقل من التجديد. هذا ما قد ذكره أعضاء الفيدرالي الأمريكي بدءا من بوستيك اليوم، وذكر بأن التيرمينال ريت أو أسعار الفائدة النهائية قد تصل إلى أعلى من 5%. فبالتالي تجديد السياسة النقدية هو دفع إيجابي بالنسبة للدولار الأمريكي، دفع سلبي للذهب. تداولات الذهب بالرغم من انخفاضه من مستويات 1960 إلى مستويات 1860 هي مجرد انخفاضات تجاوزت على ما أعتقد 23% كنسبة انهبوط من الموجة الصاعدة الأخيرة، موجة 1615 إلى 1950. فبالتالي تداولات الذهب أسفل مستويات 1900، المستويات النفسية قد تدفع الذهب لتشكيل إمكانية ارتداد سلبي نحو مستويات 1830 ثم 1810، طبعا مع ثبات تداولات أدنى 1900. جيد، يعني وأعجبتني أحمد النظرة الحمائمية. نحن نترقب خطاب رئيس الفيدرالي والصقور موجودون بطبيعة الحال. شكرا أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي.